طيب معلش السؤال التاني بس بعد اذنك يا مولانا، بس ها هو سؤال يعني عاوزين افادة حضرتك فيه. ها بنت عمي كانت متجوزة يوم فرحها، عملت حادثة هي وزوجها، اللهم سلم يا رب. تمام، وماتت هي وزوجها. فدلوقتي الاختلاف على مين اللي يورث التاني، ومحدش عارف مين اللي مات الاول فيهم. فهل هنا ده بعد كتب الكتاب. يعني بعد كتب الكتاب وعملوا فرح ليلة الفرح مسافرين بالعربية وعملوا حادثة وماتوا هما الاثنين؟ في اتجاهان للعلماء في هذه المسألة وأكثر من اتجاهين. الاتجاه الأول أن كل واحدة ثالث من الآخر، نعم نورثه منها ونورثها منه، هذا اتجاه. والاتجاه الثاني أن لا يرث أحدهما من الآخر. فشوف الدولة نظامها إيه في المسائل دي، لأن لازم قوانين الدولة في هذه المسألة تحسم المسائل، تحسم يعني قضاء القاضي يحسم الخلاف. نعم نعم يعني ما فيش فيها نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، سمعت. يعني على حسب القانون. لا هي مسألة فقهية، مش هنقول قانون يعني قانون باطل، لا نقول إيه آراء الفقهاء في هذه المسألة أكثر من رأي. السلام تمام عليكم.